يشير فقر الدم إلى أن الجسم لا يتمتع بكمية كافية من عنصر الحديد الذي يساعد على نقل الأكسجين عبر الدم إلى جميع أجزاء الجسم. في البداية يمكن أن يكون فقر الدم بسبب نقص الحديد طفيفاً جداً عند النساء، وقد تمر الحالة من دون ملاحظة، ولكن كلما نقص الحديد من الجسم وازداد فقر الدم سوءاً تتكثف العلامات والأعراض. وتعد النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد في الجسم. تتعرض بعض النساء لانخفاض مستوى عنصر الحديد في الجسم عن الحد المناسب لعدة أسباب تشمل الحمل، عدم تناول الأطعمة الغنية بالحديد، وجود مشكلات في امتصاص الجسم للحديد. في البداية قد لا يكون لديك أي أعراض وقد تكون خفيفة، ومع تطور الحالة قد تبدأ الأعراض في الظهور، والتي تتضمن زيادة سرعة نبضات القلب وعدم انتظامها، ظهور الجلد بلون شاحب، الشعور بألم في الصدر والتعرق، المعاناة من الغثيان، ضيق وسرعة في التنفس، انحناء الأظافر، الشعور بالتعب أو الضعف أو الدوار، حدوث مشاكل في التركيز، تشقق زوايا الفم والتي تكون في الغالب مؤلمة. عندما تكونين مصابة بفقر الدم الحاد قد تكونين متعبة لدرجة أنك لا تستطيعين إكمال المهام اليومية، وذلك بسبب نقص كمية الأكسجين التي تصل إلى خلايا الجسم لتزويدها بالطاقة الضرورية لقيام جميع أعضاء بمهامها الحيوية. يعتمد علاج فقر الدم الحاد على سبب الإصابة الرئيسية بفقر الدم، وقد يصف الطبيب مكملات الحديد لمساعدة الجسم على تكوين خلايا دم حمراء جديدة، وعلاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد. قد تحتاج النساء المصابات بفقر الدم الحاد إلى نقل الدم، والجدير بالذكر أنه بدون علاج الحالة يمكن أن يؤدي فقر الدم في نهاية المطاف إلى مشاكل في القلب وتلف الأعضاء، لذلك من المهم أن تري الطبيب فوراً إذا كان هناك شك في إصابتك بفقر الدم. وكنصيحة أخيرة، إذا أصبت أنت وطفلك بأعراض فقر الدم بسبب نقص الحديد فاستشيري طبيبك بدلاً من تناول مكملات الحديد الغذائية من تلقاء نفسك، حيث يمكن أن يكون تحميل الجسم بالكثير من مكملات الحديد خطيراً ويؤدي إلى تلف الكبد ومشاكل صحية أخرى.